اهلا بحضراتكم مشاهدينا مره تانية. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو وديعه الصيانه وقانون اتحاد الشاغلين. الموضوع ده اهميته ما تقلش ابدا عن تنفيذ المشروعات العقاريه، لان دوره الاساسي هو الصيانه والحفاظ على المشروع بعد تشغيله. يعني لو احنا اتكلمنا وقلنا ايه مشكلة اتحاد الشاغلين وليه المشكلة دي بتحصل دايما ما بين الملاك وشركات العقارات، كل ده هنعرفه النهاردة وهنعرفه دلوقتي مع ضيفنا استاذ هيثم السايس المحامي بالنقد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. خلينا نتكلم في البداية، ايه مشكلة وديعة الصيانة يا فندم؟ بص، خلينا الاول نوضح يعني ايه وديعة الصيانة. وديعة الصيانة هي مبلغ مالي بيتم الاتفاق عليه ما بين البيع والمشتري، انه في وقت ما بيجي يسلمه بيدفع المبلغ ده. تحديده اساسا بيكون بنسبة معينة او بقياسا متر البيع في الشقة، بيتم ايداع هذه المبالغ في حساب بنكي المفروض لحساب المشروع، بيتم الصرف من الناتج عنه او الارباح اللي طالعه منه من الوديعه دي على خدمات المشروع والاجزاء المشتركه بيه. حلو. يعني وديعه الصيانه خصصت للصرف على الاجزاء المشتركه داخل المشروع العقاري او بعد التشغيل. بعد التشغيل. وفي شركات المفروض ان هي وقت التوقيع بتتفق مع البائع المشتري ان هي هتسلمه مثلا في اول 2025، قبلها بست شهور مثلا يتم سداد الوديعه للصرف على الاجزاء المشتركه. الاجزاء المشتركه دي اللي هي كل ما هو خدمات عامه داخل المشروع، زي اللاندسكيب او اللاندسكيب او كل ما يخص ذلك. طيب بتتحدد يعني القيمه ازاي يا فندم، قيمه وديعه الصيانه؟ والله هو القانون ما حددش القيمه معينه، انما هي طبعا عشان هي استحدثت عن طريق شركات التطوير العقاري بيتم تحديدها بالاتفاق. يعني في شركات بتحددها بنسبة بتبدأ من 5% 10% 15%، وبيتم بعد تحديد أول جمعية من بعد التسليم بيتم ساعتها القياس ما بين الأرباح اللي أنتجتها الوديعة وما تم صرفه على المشروع. وفي شركات بتتفق ان المتر مثلا ب 1000 جنيه، فلو واخد متر، لو واخد وحده ب 200 متر يبقى 200000 جنيه برضه تدفع، وبعد كده بيتم قياس ما بين ما تم صرفه وما بين المصروفات اللي كانت موجوده. ولكن ما فيش قانون محدد لسعر محدد او قيمه لا محدده؟ لا ما فيش، يعني ده مش موجود. لا لا ما فيش تحديد، هو بيتم الاتفاق عليه وبيتم على اتفاق، ويخضع الشرط الخاص بوديعه الصيانه زيه زي الاخلال بعدم السداد، لان احنا كده كده العقود اللي بتبقى معظم المطورين عاملينها بيبقى عقد معلق على سداد كامل الثمن. البند بتاع الوديعة في حالة عدم سداده بيخضع ليه عدم التزامه زيه، مع كأنه ما التزمش بثمن الوحدة او سداد اقساط ثمن الوحدة، فممكن يخضع بيه للفسخ في حالة ان هو ما يسدهوش. مين اللي المفروض ياخد وديعة الصيانة، المطور العقاري ولا الملاك؟ لا، هو المفروض ان احنا عندنا مرحلتين. المرحلة الاولانية مرحلة بداية التعاقد، هو أنا بتعاقد مع المطور العقاري. المفروض أن المطور العقاري بياخد الوديعة دي وقت ما بيكون طلبها أو محددها في العقد، بياخدها على سبيل الأمانة، بياخدها إن هو يحتفظ بيها، يحتفظ بيها مش كمان عنده. المفروض أن هو يحطها في حساب بنكي خاص بالمشروع، ما يصرفش منه إلا على الصيانة الخاصة بالمشروع. ملوش أي علاقة بالحسابات يعني بتاعت أو اللي تخص الشركة؟ لا لا، المفروض نهائي، بل بالعكس، ده في حالة ان هو يصرف عليها على حاجة خاصة بيه دي تعتبر اموال عامة ويحاسب عليها. بيبقى هنا في مشكلة. بالظبط. المرحلة التانية بقى هي مرحلة ما بعد ان المجمع السكني او التجمع السكني يبتدي ينشئ اتحاد شاغلين. في الحالة دي لازم المطور ينقل الحساب البنكي او الفلوس اللي موجودة في الحساب البنكي بكافة مصروفاته بكافة مستنداته لاتحاد الشاغلين، وتقديم كل ما تم صرفه بالمستندات. وساعتها المطور خلاص بيبقى خرج بره الموضوع، بقى الموضوع خاص باتحاد الشاغلين. طب انا حابة حضرتك تشرح تاني للمشاهدين، وديعة الصيانة بيحصل او يعني بيتصرف بيها على ايه بالظبط داخل المشروع تفصيليا؟ بص، احنا قلنا اللاندسكيب صيانة، يعني حضرتك وضح لي بالتفصيل. كل ما يخص، خلينا متفقين، احنا عندنا الوحدة وما هو خارج الوحدة. النهاردة اي كومباوند او تجمع سكن جديد المفروض ان في لاندسكيب، خدمات، في خدمات عامة، في نوافير، في زراعات، في دهانات، في انوار،
كل الحاجات اللي هي بنشبهها كأننا زي ما الدولة كده مسؤولة عن الإنارة، الشوارع، كل ما يخص الخدمات العامة. بس ده اللي خارج الوحدة، لكن داخل الوحدة لا. لا، داخل الوحدة ملوش دعوة بوديعة الصيانة، لكن النهاردة سواء المطور في حالة وجوده أو اتحاد الشغالين، النهاردة لو الساكن عنده مشكلة داخلية لازم ان هو يقوم بـ 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 باصلاحها، وفي حاله ان هو ما يصلحهاش وهتسبب ضرر لجار بيتدخل اتحاد الشغالين او بيتدخل المطور انه يلزمه ان لازم يصلح ده، وطبعا في اجراءات قانونيه في حاله ان هو يرفض ان هو لكن لازم يصلح لو حاجه داخل البيت لو هتاثر على جار، وفي نفس الوقت دي حاجه خاصه بيه، ادام مش مؤثره هو حر، انما حاجه هتاثر على جار او هتاثر على المشروع لا، ساعتها اتحاد الشغالين او المطور لو هو اللي لسه موجود بيتدخل وبيلزمه، وساعات كمان بيخلي بيعملها على حسابه وبعد كده يخصمها منه او يزودها عليه في فروق وديعة الصيانة. موضوع وديعة الصيانة دايما عامل مشاكل، ودايما الناس بتتهم المطور العقاري ان هو بياخد وديعة الصيانة وبيصرفها على حاجات اخرى او على تنفيذ المشروع بشكل عام. شايف حل المشكلة دي ازاي؟ والله أنا يعني خلينا أتكلم برؤية عامة وهتكلم برؤية شخصية. خليني الرؤية العامة بنقول إن المطور النهاردة المفروض إنه بيعمل مجمع سكني أو كومباوند، المفروض إن ليه مظهر جمالي، المفروض إن ليه شكل معين أو ليه طابع مميز. أنا كمشتري أنا رحت للمطور ده عشان أشتري الوحدة السكنية على الوضع اللي هو عليه. فهو الطبيعي لازم يكون في مصدر اقدر احافظ على ده بحكم ان ده استخدامي. ما هو وديعة الصيانه ديت هي هتحافظ لي على اللي انا بستخدمه، ان انا هخرج من بيتي هلاقي نافوره شغاله، هلاقي زراعه كلها موجوده. صحيح. كل الخدمات دي طبعا بتروح للمواطن. ده المفروض اللوجيك او ده اللي المفروض يحصل. طيب لما نيجي النهارده نقول ان انا ما عنديش حاجه يبقى فيها صيانه، ودي اللي أنا يمكن بكلم فيها بصفة شخصية ويمكن بطلب من الدولة أن يبقى فيه جهاز رقابي على الموضوع ده، وده اللي بيسبب المشاكل وعدم الثقة ما بين المشتري وما بين المطور العقاري، لأنه النهاردة بيحس أن المطور العقاري خد الفلوس حطها عنده واشتغل منها وبعد كده جه قال له تعالى ده الفلوس ما كفتش أنا عايز أكمل وضع. قصدك أن يكون في جهاز بينظم ما بين المطور العقاري والعميل؟ أن لازم يبقى فيه آلية قانونية أو آلية عن طريق الأجهزة أن النهاردة الفلوس الخاصة بوديعة الصيانة ما تتسلم للشركة إلا بعد ما يكون على الأقل في لجنة تعين تقول أن عندي أوجه للصرف، أقدر أقول أن أنا بدأت صيانة فابتدي أحرك المبالغ. المفروض مين اللي يصدر حاجة زي كده يا فندم؟ والله هو الموضوع طبعا يعني أعتقد أنه خاص بالأجهزة والسيد رئيس مجلس الوزراء لأن هو يعني وزير الإسكان، لأننا النهاردة المشكلة في وديعة الصيانة أن بيجي المطور في وقت بعد، يعني أنا عندي عقود في شركات بتطلب من المشتري في العقد أن قبل ما يستلم بست شهور حضرتك تديني وديعة الصيانة. طب حضرتك هتاخد وديعة الصيانة قبلها بست شهور تحط عليه؟ إذا كان أنت أساساً بتحط الميعاد بتاع التسليم وبتسميه تسليم مبدئي وبتدي لنفسك كمان فترة سماح، طب انت النهارده بتاخد مني وديعة الصيانه بدري. طيب يبقى انا عشان ما يبقاش في شك بالنسبه لي كواحد مشتري، من حق ان يبقى في جهه رقابيه تقول ان الفلوس اللي انا دفعتها دخلت في نفس الوقت على حساب، ولما طلعت بعد التاكد ان هي طالعه. يعني نقول مثلا بعد التسليم المشروع والتشغيل، ولا في بدايه تسليم الوحده؟ لا، هنقول في بدايه التسليم، لسبب لان معظم مشاريع المطورين العقاريين او الوحدات السكنيه او التجمعات السكنيه معظمها بتسلم على مراحل، فالطبيعي ان انا اول مرحله لازم ابتدي ان انا اسلم المرحله شامله على الاقل جزء من الخدمات. فعلى الاقل لما تبدا المرحله دي يبقى انا عارف ان في صيانه. لان برضو في حاجه من الناس اللي كانوا بيختلفوا عليها، ان في ناس تقول لك طب ما انا مش قاعد في الكومباوند، فانا ادفع وديعة صيانة ليه؟ لا، ما انت مش بتدفع وديعة صيانة مقابل انك بتستخدم، ولكن دي حاجة الزامية للجميع. بالظبط، ودي الواجهة اللي عليها المشروع اللي حضرتك حتى لو جيت بعد سنة بعد سنتين هتيجي تلاقي نفس الشكل اللي انت وافقت عليه وتعاقدت عليه. فهي فكرة الشبهة ما بين
ان وديعة الصيانة بيتصرف فيها فعلا على الصيانة ولا بتدخل للمطور يمشي بها حاله زي ما بنقول، هي دي اللي محتاجة تحسم الامر ده لما يبقى رقيب على ان وديعة الصيانة ما يستلمهاش المطور الا اذا كان في جهة انا اثق فيها كمشتري ان فلوسك راح في مكانها وهتطلع للصيانة. ايوه طيب يا فندم، وديعة الصيانة المفروض تكون في ايد مين؟ احنا برضه هنقول زي ما قلنا ان هي بتختلف في المرحلتين. المرحله الاولانيه لو المطور العقاري النهارده لسه ما انشئش اتحاد شغالين، فالطبيعي ان المطور العقاري هتبقى الفلوس معاه طبقا للعقد اللي بيبقى ماضيه المشتري. انما في حاله انشاء اتحاد شغالين، المطور العقاري ملزم بتسليم كافه المبالغ، والحساب اللي فتحه بيفتح باسم اتحاد الشغالين وبيدع فيه كل المبالغ اللي موجوده في الحساب، مع الزامه ان هو قدم كشف كامل بكافة المصاريف اللي صرفها طول الفترة لغاية ما أنشئ اتحاد شغالين. طيب وديعة الصيانة هل هتزيد مع ارتفاع الأسعار ولا ملهاش علاقة يا فندم؟ بس هي يعني برضو دي عايزة أوضحها عشان في ناس ودي من ضمن الناس عايز تفهم، هي فجأة بتلاقي وديعة الصيانة سعرها زاد أو النسبة بتاعتها زاد، ما بيبقوش فاهمين إيه السبب. حضرتك بقى اتكلمت في نقطة ودي برضو التاني نقطة بتكلم فيها مهم. إن أنا النهاردة لو عندي مطور عقاري بيصرف وخلاص، فانا وديعة الصيانة النهاردة لو مليون جنيه ممكن يجي يقول لي المليون جنيه خلصوا، ملهاش دعوة مرتبطة بقى بعلو الاسعار ولا لا، هو اوجه الصرف لو مش في مكانها الصحيح هيبقى بعد كده هنيجي في اول اجتماع يا جماعة الوديعة خلصانة عايزين نزود، فالناس طبعا هتستأمن ده. الحاجة الاهم ان النهاردة وديعة الصيانة لو ما كانش اللي بيصرف عارف بيصرف ازاي، فالنهاردة لما يجي المشتري يجي يطلب منه فلوس ولو هو مش شايف ان اوجه الصرف دي ظاهرة يقول لك لا الفلوس كده كتير. انما في ناس بيختلط عليها انه لما بيدفع وديعة الصيانة دي خلاص كده مدفوعة طول العمر. لا، هي بتخضع اولا للمصاريف اللي بتتصرف والتكلفة اللي بتتم مع طبعا علو الاسعار، فبيجي اخر كل سنه في اجتماع الجمعيه العموميه لو قلنا في اتحاد شغالين، او ان مثلا المطور بيحدد ميعاد اخر كل سنه او في ميعاد معين في السنه انه بيعرض الميزانيه وبيبين اوجه الصرف بتاعته، فبيبتدي يقول والله انا النهارده العوائد اللي دخلت لي او الودايع اللي كانت عندي كانت مثلا مليار جابت لي 2 مليون، احنا صرفنا النهارده او صرفنا في خلال السنه اللي فاتت 2 مليون 600. ففي زياده. الزياده هنا في ناس بتفتكر ان الزياده هي ال 600. لا، ما انا برضه فبيرجع الطبيعي يزود على ما هو لازم هيزود. بس هو مش هيزود 600 بس. هو هيزود 600 وهيزود كمان عشان يعلي الوديعة. لان انا النهارده لو خدت ال 600 اللي انا صرفتهم هيبتدي نفس الوديعه بتطلع لي نفس الريع، فيبقى محتاج يزود علشان يطلع لي ريع اكتر. صحيح بالظبط. طيب القانون بيحمي اموال الوديعه ازاي يا فندم؟ طبعا وديعه الصيانه دي ملك لكافه الملاك اللي موجودين، فهو مال عام. فالنهارده لا يجوز التعدي على المال العام، وفي حاله ثبوت الكلام ده بيتم طبعا في اكتر من اجراء وعلى راسهم طبعا ابلاغ لمباحث الاموال العامه. لو المالك امتنع عن دفع وديعة الصيانة ايه اللي المفروض يحصل في حالة زي دي؟ هو في اكتر من حاجة، بس القانون طبعا احنا يعني يمكن دي من ضمن الحاجات اللي بنتمنى ان القانون يعدل فيها، الرأي القانوني فيها. يعني احنا الاول طبعا في اماكن او شركات بتبتدي توقف الخدمة مثلا عن المشتري. طب ازاي توقف الخدمة وهو يعني ده مش قانوني؟ لان انا عند القانون بيقول ان النهاردة في حالة عدم التزامي بالسداد المفروض في اجراءات بتتعمل، اولها مثلا ان انا عندي في القانون غرامه من 20 ل 100 جنيه كل شهر. انما في اجراءات يقدر يعملها المطور او اتحاد الشغالين ان هو بيبتدي الاول يبعت جواب مسجل لل ثانيه واحده بس يا فندم، 100 جنيه بس في الشهر غرامه؟ من 20 ل 100 كده كل الناس هتمتنع. والله ده اللي موجود. انما هو المشكله ان النهارده اللي هيمتنع ما هو بيأثر على غيره. بس احنا عندنا في اجراءات تانية ممكن تتعمل، من ضمنها ان بيتبعت انذار على يد محضر. الاول بنبعت جواب مسجل بعلم الوصول، والله بنقول له انت عندك كذا والمفروض ان انت تدفع، ما دفعش بتعمل له انذار على يد محضر بمده معينه، ان لو ما دفعش بنبتدي نتخذ اجراء مع قاضي الامور الوقتيه وبيتم استصدار امر بالحجز على الوحده بتاعته ومنقولاتها لحين سداد المبالغ المتفق عليها. امتى نخلص من مشكله وديعه الصيانه بشكل عام بقى يا استاذ هيثم؟
والله احنا يعني في اكتر من حاجة، اولهم طبعا ان لازم يكون في وعي عند المشتري ده مبدئيا. بس معلش يعني قبلها هقول لازم يكون في رقابة الاول على المطور العقاري لغاية ما يتم انشاء اتحاد شغالين، لان طبعا اتحاد الشغالين بيبقى مكون من الاعضاء اللي موجودين اللي هم المشترين. الحاجة الأهم لازم يكون في وعي، الناس لازم تفهم يعني إيه اتحاد شغالين، يعني إيه النهاردة حضرتك ملزم إنك تسد الوديعة. لازم الناس اللي هترشح نفسها، وده برضو اقتراح، إن الأجهزة المعنية أو الجهاز الخاص بالمنطقة السكنية، إن اللي هيرشح نفسه في مجلس إدارة اتحاد شغالين لازم ياخد على الأقل ولو دورة تدريبية، يفهم يتعامل إزاي، يقدر يشوف المعروضات على الكومباوند أو المنطقة السكنية اللي هو موجود فيها. لازم يكون في إلزام على المشتري في حالة عدم السداد، لأن الإجراءات القانونية اللي أنا قلتها ما هي بتاخد وقت. صحيح. والنهاردة القانون برضو من ضمن الحاجات، المشتري ممكن يخضع زيه زي اللي متأخر في سداد الأجرة ومتعسر، فبرضو في بطء في الإجراءات ممكن توقع مناطق سكنية كتير. يعني يكون في سرعة شوية في الإجراءات بالظبط، وتوعية وتوعية، إن اللي هيبقى موجود في اتحاد شغالين على الأقل يبقى واخد دورة أو فاهم، وفي نفس الوقت الناس تبقى فاهمة يعني إيه اتحاد شغالين. صحيح. يعني الموضوع مش إن أنا أرفض، أو الموضوع إن أنا كمجلس إدارة اتحاد شغالين أطلع قرارات وهينفذ وخلاص. لا يا جماعة، اتحاد أكون فاهم وأفهم ووعي كمان العملاء أو المواطنين اللي بيشتروا. لأن خلي بالك، إحنا أساس إنشاء اتحاد الشغالين هو صيانة العقارات. صحيح. والحفاظ على صحيح. طابعها المعماري. صحيح. حضرتك ده أساس وجودك، إنك تحافظ على المال، إنك تشوف كل أوجه الصرف، إنك تتابع كل حاجة، سواء تعاقداتك مع زراعة، مع إنارة، مع صيانة، مع كافة التخصصات، إن حضرتك تتابع ده وتعرف إن القرش اللي اتدفع انت استفدت بيه وفدت كل الشغلين في الموجودين. صحيح. في الاخر المواطن او اللي ساكن هو اللي بيستفيد. طبعا. صحيح. طبعا. صحيح. شكرا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا النهارده، وطبعا معلومات مهمه جدا يعني بنفيد بيها المشاهدين. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا. شكرا مشاهدينا، وبكده حلقتنا خلصت. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده من تعاميم.